ليان اليوم صدمتني، ما توقعت انها ممكن تجرحني. لا ويا ليتها جرحتني جرح عادي، قاعد تذكرني بالماضي، قاعد تذكرني بالماضي السيء حقي، تعايرني بحبي السيء الفاشل. طب ليش يا ليان؟ انا قدرتك لما عرفت انك تاخذين مهدئات، تكلمت معك بطريقه غير مباشره، ما هاجمتك. انا عارف ان انا اللي وصلت اهلي لهذه المرحله، وقاعد اشوف هذا الشيء بعيونهم كل يوم. ليه تجرحيني يا ليان؟ انا بحاول احط لك عذر ان انت معصبه ما قدرت تمسكين نفسك.